يعتبر من أهم المخرجين المصريين والعرب، قدم العديد من الأعمال السينمائية اللي لقت نجاح كتير كبير وحصدت العديد من الجوائز، وكان دائما يقدم محتوى مثير للجدل، وطبعا أثار الشارع المصري والشارع العربي، ولكن أفلامه دائما كانت تعكس حقيقة الواقع المصري والعربي. هو يعتبر بحد ذاته مدرسة إخراجية، ويعتبر من أهم من قدم الأفلام اللي بتحاكي واقعنا العربي بشكل عام. اليوم هو متواجد عندنا بالمملكة الأردنية لحتى يشارك بفعاليات مهرجان الفحيص ويقدم ندوة إخراجية. بيسعدنا كتير أنه نلتقي بالمخرج العالمي المتميز خالد يوسف ضمن برنامج يوم جديد، فلنتابع. خالد يوسف، أهم المخرجين العرب إثارة للجدل، والمحتوى الذي يقدمه دائما واللي بيعكس واقع الواقع في مصر، خلينا نحكي عن سبب زيارتك للأردن ومشاركتك بإقامة ندوة في مهرجان الفحيص. يعني مهرجان الفحيص من أهم المهرجانات الثقافية في الوطن العربي، مهرجان عريق بقاله أكتر من 27-28 سنة، ولما دعيت لحضور فعالياته وعمل أو إقامة ندوة فيه، كان دواعي سروري أن أنا أجي ألبي الدعوة فورا وألتقي الجمهور الأردني الحبيب. تواصلي مع الشعب الأردني تواصل طبيعي، لأنه واحد من الشعوب العربية المفضلة لقلبي، اللي حب أتواصل دايما معهم وحب أتحاور معهم وأعرف هم يعني حاسين بإيه دلوقتي وشايفين الدنيا إزاي. هم الأقرب للقضية المركزية في الأمة العربية، وهي قضية فلسطين اللي طورت وما بقتش في أولويات العرب للأسف، فدايما باخد منهم الحس الأقرب لقلبي. ترى ببالي سؤال أستاذ يوسف، حضرتك عم تتحدث أنه دائما كان في أفلامك وأعمالك لك جانب سياسي، حتى أيام ما كنت طالب بالجامعة دائما كنت قيادي سياسي وصاحب حركات سياسية متميزة، بنلمس بأعمالك الحركة السياسية لها دور مهم، حدثنا عن هذا الموضوع. هو مش حس سياسي قد ما هو حس واقعي. أنا بقدم سينما في النهاية للناس، بتتكلم عن الناس وعن هموم الناس، فلما بتكلم عن هموم الناس بيحصل نقاط تقاطع بينك وبين الشأن السياسي بشكل عام. لما تتكلم عن تطلعات المواطن بتلاقي نفسك داخل في خندق السياسة، لما بتتكلم على طموحات أو أحلام أو إحباطات أو انتصارات للناس بتلاقي نفسك متقاطع مع الشأن العام ومتقاطع مع الشأن السياسي. لكن أنا مش مهتم إن أنا أتكلم في السياسة قد ما أنا مهتم أتكلم عن أحوال الناس، عن البشر اللي أنا بنتمي ليهم دول، هم بيحسوا بإيه، حاسين بإيه، إيه معاناتهم، إيه تطلعاتهم، إيه انكساراتهم. بس من الأعمال اللي قدمها المخرج العالمي خالد يوسف ثلاثية حين ميسرة دكان شحاتة وهي فوضى، هالأعمال لاقت نجاح كبير وحصدت جوائز عديدة، ولكن كانت مثيرة للجدل في الشارع المصري والعربي، يا ريت خبرنا عنها شوي. لا أكيد، يعني هو في مقولة بتقول إن المخرج يظل طول عمره بيعمل فيلم واحد حتى لو عمل 40 فيلم، لأنه في كل فيلم في جزء من نفسه، جزء من تعبير عن ذاته. لكن إن أنا هستمر أعمل نفس التيمات الدرامية اللي قدمتها في الثلاث أفلام دي، أكيد لا، يبقى أنا ما اتطورتش، يبقى أنا ما مرش علي 10 سنين، يبقى أنا واقف لسه هناك سنة 2007 و2008. لا، أنا مش واقف سنة 2007 و2008، أنا مدرك إن إحنا 2018، الواقع اتغير، حصل حراك موجود على الأرض، حراك تاريخيا غير مسبوق، أثر أكيد في الطبيعة النفسية للمواطن العربي، أثر في تطلعات المواطن العربي، أثر في حاجات كتير في نفس القضايا اللي كنا بنناقشها الآن لازم تناقشيها بشكل مختلف، لأن هي بقت طرحها نفسه اختلف. الأجيال الجديدة ذوقها كمان لازم تبقى مدركة إن هو ذوق جديد، وانت بتتوجهي في السينما للجيل الجديد دايما، يعني السينما 90% من جمهورها من 14 سنة ل 24 سنة، ده 90% من الجمهور، وبالتالي لازم تبقى عارفة الجيل الجديد ده وماذا أصبح
وكيف تأثر بثورة الاتصالات اللي موجودة بالسوشيال ميديا وبتكة الزرار اللي بيجيب اللي بيحصل في من كوالالمبور لحارات في إفريقيا. كل الحاجات دي أكيد لازم تبقى أنت مدركاها، حجم التغيير الهائل اللي حصل على الأرض في 10 سنوات الأخيرة لازم تبقى مدركاها وأنت بتقدمي السينما بتاعتك. فعلا مثل ما حكيت كلامك مظبوط، يمكن زمان كان متطلبات الجمهور الأفلام البسيطة الأفلام الرومانسية، الآن أصبحت متطلبات الجمهور تختلف عما مضى وأصبح الجمهور واعي بشكل أو بآخر، ولكن لا زال في سينما يعني بدي أسميها السينما التجارية. دوركم أنتم كمخرجين وكفنانين وكأصحاب مؤسسات إنتاجية سينمائية، دوركم بتقديم المضمون الصحيح والسينما الصحيحة يعني السينما نقول الحقيقية، أين هو دوركم بهذا الموضوع؟ دورنا ان احنا نقدم سينما جماهيريه مش تجاريه، يعني دورنا ان احنا انا دايما بفرق ما بين الفيلم التجاري والفيلم الجماهيري. انا لما كانت افلامي بتعمل اعلى الايرادات قبل ثوره 25 يناير، العشر افلام اللي انا عملتهم عملوا ايرادات ضخمه جدا، فكانوا يقولوا دي سينما تجاريه، اقول لهم لا دي سينما جماهيريه متوجهه للجمهور ما لا تتعالى عليه، بتقدم له فن يلبي احتياج ما عنده، بيحترم عقله وبيقدم بيطرح اشكاليات حقيقيه بيطرح تساؤلات فيها. هو ده الدور اللي المفروض السينمائي يعمله، يعني ما ينفعش يبقى عندنا مشاكل ينوء على حملها الجبال وانا اقدم فقط افلام تسليه وفقط. مهم ان يبقى في افلام تسليه على فكره، وده على فكره مش عيب، لكن لازم جنب الافلام التسليه الخالصه دي تبقى افلام بتناقش اشكاليه ما، تعمل حراك عقلي، تطرح تساؤلات تخليك تفكري كمشاهده وانت خارجه من السينما، ما تبقاش بس المتعه البصريه والتسليه الحكي اللي موجود هو المستهدف وبس اللي هو تمضيه الساعتين بتوع الفيلم، لا يعني ازاي اقدر اسليك وازاي اقدر امتعك بصريا وازاي اقدر اطرح كمان بصريا وازاي اطرح عليك بعض الاسئله المفيده لصنع المستقبل، الاجابات عليها تعالوا نجاوب عليها كلنا سوا بعد ما نشوف الفيلم، لان انا لا اطرح اجابات ونشوف هل فعلا ممكن الاشكال اللي انا بطرحها دي نلاقي لها اجوبه ولا لا. بشخصية المخرج خالد يوسف في جانب ما بعرف إذا الجمهور بوافقني الرأي ولا لا، لمسته وهو الجانب الرومانسي. صحيح حضرتك سياسي، صحيح حضرتك لك رؤية إخراجية رائعة وعالية جدا، ولكن في جانب رومانسي يمكن لمسته أنا قبل الهواء وإحنا عم نحكي. أين الحب من أعمال خالد يوسف؟ أين الحب من صناعة السينما ومن السياسة أيضا؟ أنا دايما أقول أن الحب أعلى حقائق الوجود، قداسة بعد قضية وجود ربنا. الحب قضية إنسانية أو قيمة إنسانية شديدة الأهمية بالنسبة للإنسان، ومن غير الحب أعتقد الإنسانية تخرب يعني. فأنا قيمة الحب في الحياة في أي عمل على فكرة، حتى لو ما كانش في فيلم رومانسي مفروض تتقدم. وأنا يعني من الناس اللي بشوف أنه السائر العظيم لابد أن يكون رومانسي عظيم، يعني جيفارا كان سائر عظيم وكان رومانسي عظيم وكان حالم عظيم، لأنه الـ 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 الحلم حالة الحلم نفسها مرتبطة بفكرة الرومانسية ومرتبطة بفكرة الثورة ومرتبطة بفكرة اللي بينشد مستقبل أفضل. كل دي بيعبر عنها الشخص بوجدانه أكتر ما بيعبر عن الحاجات دي كلها بعقله. فبالطبع لو قلتيني أن أنا بجنح أن أنا أعمل رومانسية أكيد، لأن أنا بطبعي شخص حالم، بطبعي شخص عاطفي جدا، بطبعي شخص باخد قرارات مصيرية بإحساسي أكتر من عقلي كمان. ستقدم في فعاليات مهرجان ألف حيص ندوة لأصحاب الأعمال السينمائية أو صناع الأعمال السينمائية، أيضا رح يكون في العديد من الفنانين المخرجين وصناع السينما. ما هو محتوى الندوة اللي رح يقدمها خالد يوسف اليوم؟ هي الندوة بتاع مهرجان ألف حيص ندوة عنوانها الواقع العربي إلى أين، فهي إلى أين؟
هنتكلم. انا ببقى دايما لما باجي ندوات يعني بتكلم 10 دقائق ربع ساعه، ثم اجعل القاعه هي من تفرض اسئلتها ومن تفرض ايه طبيعه الهواجس اللي بتعتمل داخلهم، اللي تعالوا نتحاور فيها. مش ان انا اجد لكم اجابات، انا مش منظر جاي اجد اجابات للجمهور، انا جاي اتحاور ويحصل بيني وبينهم ديالكتيك، تاثر وتاثير. فانا هتكلم عن الواقع العربي، المآلات اللي احنا رايحين لها، استشرافي للمستقبل، رصدي وتحليلي للواقع العربي فيه. برؤية إخراجية فنية ولا برؤية سياسية؟ بالرؤيتين. بس ده اللي احنا هنتكلم عليه، ولو فرض موضوعات أخرى بستجيب جدا، وببقى مبسوط ان القاعة تفرض موضوع هي مهمومة به. المخرج العالمي المتميز دائما خالد يوسف، سعدنا جدا بلقائك، وكنت إضافة لبرنامجنا. شكرا لك وكل التوفيق. بإذن الله، وأشكرك.